قمعتهم. كان هنالك أيضا عدد من الاعتقالات. نرى أيضا من ضمن هؤلاء المستوطنين المتواجدين هنا أيضا عضوة كنيست من حزب الليكود. هذا يعني انظروا إلى هذه الصبية تحمل العلم الفلسطيني وتلاحق من قبل أفراد حرس الحدود. انظروا إلى هذه الصورة أمام هذه الأعلام الإسرائيلية، يلاحقون إحدى الفتيات التي تحمل العلم الفلسطيني، كانت قد خرجت به الآن من ساحة باب العمود. لا يمكن وصفها.